التواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مستمرا بحضراتكم في هذه الانطلاقات. في تواصل يستمر وأداء مثير من خلال الانطلاقات والتحديات في انطلاقات هذا الصباح الجميل، صباح مميز وصباح مشاهدينا الكرام يحمل دائما التفاؤل في الانطلاقات الصباحية في جو كرنفالي، وأداء مميز من خلال انطلاقات الكبار في هذا الصباح الجميل والصباح المميز. وهنا الكبار على بركة الله، حفلنا الكريم يسير الشوط السابع في الانطلاقات الصباحية، وهذا الشوط السابع للحول في هذه الانطلاقة المميزة، في هذه الانطلاقة الثمينة والجميلة على بركة الله. نستفتح المسار وتسير انطلاقات الكبار تحمل القوة وتحمل التحدي وتحمل الأداء المميز في لقاء جميل ولقاء دائما في التحديات الكبيرة. الشعارات المشاهدين الكرام تشاركنا في هذا الشوط المخصص للحول، ونسير مباشرة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ومقدمة الأداء. المركز الأول إذا تقدمت أيها الحفل الكريم وسارت إلى المركز الأول، منوه منوه على صدارة الشوط والقمة الأولى، تعود الملكية لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، هي الآن من خطفت الناموس واستفتحت الإذاعة. الله يهالي المسعودي، انطلقوا من البداية نحو الناموس ونحو التحدي المثير. نشوف المركز الثاني، المركز الثاني نقل من الجانب الاخر، هناك تسلل على الجانب الاخر في هذه اللحظات من خلال تواجد وتحدي وانطلاق زعفرانه لسعيد بالعثة بالخزع العامري، غير الى المركز الاول. مشاهدينا الكرام النقلة التالية على المركز الثاني عندك يا ابن محيروم، بينما المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات وصلت الان مذخورة، مذخورة يا مذخورة، وصلت هنا في هذه اللحظة سالم بن محمد بن علي بن دوحة المري يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع تواصل الأداء مشاهدينا الكرام، واللي وصلت على المركز الرابع سلهودة 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 محمد بن سهيل اليابوني الظاهري، وطيارة اليابوني تصل من خلال هذا الإقلاع السابع في صباح هذا اليوم. بينما المركز الخامس، الخامس وصلت القارة احتلت المركز الخامس، خليفة بن سعيد بن سهيل العميمي، ما شاء الله تبارك الله، هذه الأسماء المعروفة والأسماء المميزة التي شاركتنا الأداء وشاركتنا تحديات الشوط وتحديات هذا المسار. لكن التحديات الكبيرة تبقى دائما في ظل هذه الانطلاقات المميزة. نتابع البداية ونعود إلى المركز الأول وشعار عابر بن خلفان الهاملي، الله يا تكريم الله يا تكريم، وانا وصلت تكريم صاحبة التكريم بالفعل، وعابر بن خلفان بن محمد الهاملي هو الان من يسير الى المركز الاول في تقدم هذا الشوط. لكن هنا حضرت الان في هذه اللحظات وحضرت منوه منوه منوه، ويا منوه الخاطر وصل محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي بقيادة المضمر سعيد بن حمود الوهيبي العويسي، الله يا العويسي. لكن نشوف المركز الثاني تكريم وعابر بن محمد، او عابر بن خلفان بن محمد الهاملي من يصل بتكريم الى المركز الثاني. المركز الثالث الان الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد مذخوره، تعود الملكيه لسالم بن محمد بن دوحه المري من يحتل المركز الثالث ليقدم لنا مذخوره لمثل هذا الشوط، مذخورة لمثل هذه الانطلاقات المميزة والكبيرة. بينما المركز الرابع، أن النقلة التالية على المركز الرابع ورابع المراكز وصول من قبل النويعس ومتعب بن طالب بن محمد بن شفيع المري من يحتل المركز الرابع أيها الحفل الكريم. أما المركز الخامس، الخامسة وصلت الآن القارة متواجدة، ويأتي خليفة بن سعيد بن سهيل العميمي من يحتل المركز
المركز الخامس في هذا التحدي وفي هذه المشاركة. ها هي الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة في تنافس هذا الشوط، في تبادل المراكز وتبادل الخطوط الأولى لمجريات هذا الشوط. إنها تبادل من خلال الانطلاقات، خطوات تجاذب أطراف الحديث مع الناموس، والحديث الدائم مع الناموس يأتي مع خط النهاية، ولكن البداية الأولى ستكون موفقة إن شاء الله للجميع. وضربة البداية عودة إلى تكريم، عودة إلى صدارة الشوط، ولا زالت الأمور هناك. حصل تغيير الآن من خلال تواجد النويعس لتحتل المركز الأول، ويأتي متعب بن طالب بن شفيع المري ليحتل صدارة الشوط ويغير الناموس من صالحه في هذه الانطلاقة وهذه التحديات بين المركز الثاني. المركز الثاني وصول مشاهدينا الاعزاء من تكريم وتواجدها ايضا في منافسات الشوط، وعابر بن خلفان بن محمد الهاملي يصل ليحتل المركز الثاني. هل يعبر عابر الطريق نحو الناموس في هذه الانطلاقات وهذه التحديات؟ بينما من وتتواجد على المركز الثالث يلا يا علي المسعودي محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي هنا في هذه الانطلاقه وبقياده سعيد بن حمود العويسي. نشوف نسير ونتابع معك يا ابو حمود هذه الانطلاقه وهذه التحديات في هذه المشاركه النقله التاليه على المركز الرابع، والمركز الرابع تحضر مذخوره واصله هنا لك يا بن دوحه. وصلت الان مذخوره سالم بن محمد بن دوحه المري يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. اما المركز الخامس ياتينا من خلال هذا التحدي خليفه بن سعيد بن سهيل العميمي يحتل المركز الخامس ويقدم لنا من خلال التحدي القارة. وصلت القارة هنا في هذه اللحظات، لكن أي من أنواع القارات يا بن يا العميمي يحتل المركز الخامس. ها هي النتيجة، ها هو المسار، ها هي التحديات، ولكن خلف الخمس هناك أسماء كبيرة من خلال هذه الحول العملاقة. حول تتواجد في هذا الشوط ما يقارب من 32 مشارك في هذا الشوط وهذا التحدي، والكل يقدم لنا عصر التحدي والعصر الذهبي من خلال الكبار والتحديات. عودة إلى البداية الأولى وعودة إلى مسار الانطلاق، ولا زالت الأمور هناك مع تواجد النويعس على المركز الأول. متعب بن طالب بن شفيع المري يحتل الصدارة الأولى ويحتل المقدمة بكل قوة التحديات وبكل قوة الكبار، لكن المركز الثاني تصل من خلال تكريم وتتواجد في قمة البداية وبداية القمة. تكريم عابر بن خلفان بن محمد الهاملي هنا يتقدم بمحمد ليقدم لنا هذه التكريم التي تسير وتندفع نحو خط البداية ونحو خط الناموس ونحو الهدف المستعد من خلاله أن تفوز بسيارة هذا الشوط. بينما المركز الثالث نشوف طيارة اليابوني واصلة ووصلت من خلالها سلهودة لمحمد بن سهيل باليابوني الظاهري. من يحتل المركز الثالث؟ يلا يا اليابوني، من وتحتل المركز الرابع ومن وتعود الملكية؟ محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. أما المركز الخامس، المركز الخامس تصل مذخورة وسالم بن محمد بن دوحة المري في المركز الخامس في هذه اللحظات. لقاء مميز ويحمل الخمس المراكز الأولى في لقاء يجسد تاريخ التحديات ولقاءات الكبار، ولكن العودة إلى البداية والعودة إلى صدارة الشوط من خلال هذه اللحظات. البداية هلولة، لا تزال النويعس، لا تزال النويعس قائدة المجموعة هلولة. وهنا ياتي متعب بن طالب بن شفيع المري يحتل الصداره هلوله ويتقدم بتقدم هذا الشعار. الله يا هذا الشعار، هنا مضمر القرن ياتي مع انطلاقه. المركز الثاني، المركز الثاني تكريم وعابر بن خلفان بن محمد الهاملي يصل مع المركز الثاني مع ثاني المراكز، يبقى في الصداره من البدايه حتى هذه اللحظات وهو في قمه الناموس وبوابه العبور نحو خط النهايه.
ونحو الناموس لهذا الشوط. الكل يجب أن يكون مستعدا منذ هذه اللحظات. المركز الثالث وصل الاسم الجديد، وصل الاسم الجديد والفريد، وها هي شرف، ها هي شرف تذاع لأول مرة في هذه الانطلاقة. محمد بن هادي البريدي المري، من يحتل المركز الثالث؟ من يحتل المركز الثالث؟ تقدم شريف مشاهدي الكرام من خلال تواجد شرف. أما المركز الرابع لا زالت منه ومحمد بن عبد الله بن محيروم يحتل المركز الرابع في هذا الانطلاق. المركز الخامس وصل شعار العملاق العناوي، وصل الان، وصل مع نشرة، مع نشرة ومحمد بن مظفر بن محمد العامري. وصلت نشرة الان، وماذا تحمل لنا من اخبار في هذه النشرة العاجلة، في هذه النشرة الطارية؟ نعود الى البداية ونشرة البداية، ولكن شرف غيرت الجميع، غيرت كل الاسامي، غيرت كل الاسامي في طريق إلى أسماء الناموس، إلى شرف التحدي. إنها شرف محمد بن هادي البريدي المري، ولكن الله يا مضمر القرن وصل الشعار، وصلت الآن النواعز، لا عادت من جديد إلى المركز الأول. ومتعب بن طالب بن شريم المري يعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا بن شريم، لكن المركز الثاني وصلت نشرة، وصلت نشرة في هذا، في هذه النشرة الصباحية. ومحمد بن مظفر بن محمد العامري يصل مشاهدينا الكرام ليقدم لنا نشرة في هذا اللقاء، في هذا التحدي، في هذا الصفاء. المركز الثالث أشوف شعارك يا عامر، يا بن عفصان، يا المنصوري. الله يلي وصلت، الله يلي حضرت، الله يلي حضرت، ها هي الهدة. وعلي بن حمد بن عفصان المنصوري يصل حفلنا الكريم لينتقل مع الهدة إلى المركز الأول. ولكن نشرة، نشرة والهدة، الهدى ونشرة، اللحظات الأخيرة، 600 متر الأخيرة. الله يا نشرة هدت، انهدى، ولكن نشرة عادت، نشرة إلى المركز الأول. محمد بن مظفر بن محمد العامري يعود العملاق العناوي إلى صدارة الشوط. إنها نشرة إذن، حفلنا الكريم. سلام لهالي العين، سلام لهالي المسعودي من هذه اللحظات، من هذه التحديات. الله يا المسعودي، ولكن أشوف شعار العثة بالخزع العامري، سعيد بالعثة بالخزع العامري تقدم مع زعفرانه. بينما نشره خلاص حظت على الناموس، حظت على الشهره، ها هي نشره تهدي العملاق العناوي تحيه وفوز وناموس مستحق. تحمل نشره في اجواء هذا الصباح، في تحدي هذه الانطلاقات الصباحيه. نشره، 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 تهانينا والناموس للعملاق العناوي محمد بن مظفر بن محمد العامري على الفوز والانتصار. هذه لحظات الوصول، وسلام لهالي المسعودي، سلام. المركز الثاني علي بن حمد بن عامر بن عفصان المنصوري. المركز الثالث ياتي سعيد بالعثب الخزع العامري، قدم لنا زعفرانه. المركز الرابع، المركز الرابع وصول من غلا سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاجتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشايبة سلمان بن محمد بن فهيد العجمي، هو الآن من احتل المركز الخامس. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى التوقيت الزمني، عودة إلى لحظات الوصول. وبالفعل هنا راعي صوغة استعد وكان على الموعد بالفوز والناموس، وكانت نشرة على الموعد حاضرة بانطلاقتها وتحديها وبث نشرة هذا الشوط بكل قوة. ب 12 دقيقة 44 ثانية و 46 جزء من الثاني، تهانينا المظفر محمد بن مظفر بن محمد العامري على الفوز والانتصار في هذا الشوط. المركز الثاني كانت الهدى ايها الحبل الكريم علي بن حمد بن عفصان المنصوري، حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة 46 ثانية و 64 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس. اما المركز الثالث كانت زعفرانة ب 12 دقيقة 46 ثانية 74 جزءا من الثانية، وكان سعيد بالعثة بالخزع العامري حاضر للمركز الثالث.